اهلا بحضراتكم مره تانية. قبل بس ما اقفل جانب التدريبات النهارده بالنسبه للنادي الاهلي، يمكن غاب كل من برونو سافيو ومحمود عبد المنعم كهربا بسبب نزلات البرد اللي يمكن خلال الفتره اللي فاتت يعني اكتر من عنصر داخل فرقه الاهلي لكره القدم تعرضوا لنزلات برد قويه، وكلنا يعني يمكن ناس كتير جدا جدا من جميل حتى عندهم برد خفيف مع تغير الفصول، ده بيبقى طبيعي، لكن حالتهم في تحسن مستمر ان شاء الله باذن الله. هيتم المتابعه هل يقدروا يكونوا متواجدين في تدريبات بكره ولا لا، دي كلها تقييمات طبيه احنا في انتظارها، لكن دايما بس نطمن حضراتكم على بعض الاسماء لان الناس تسال فين كهربا فين سافيو بمران النهارده، فقلنا نوضح لحضراتكم الجزئيات اللي زي دي.